السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم الإلكترونيين؟ إن شاء الله بخير. جيناكم بعد انقطاع بسيط إن شاء الله، ونعوضكم الأيام الجاية إن شاء الله. أيضا يوم نوقف لكم أنتم بامتحاناتكم، وصار بسبب توقفنا بسبب امتحانات البكالوريا 22، ويا رب يوم لكم وأيضا تحققوا نجاحكم وآمالكم بالكليات اللي تطمحوا لها. بس ماكو نجاح يجي بالسهل، فأنتم أكيد مجتهدين وأكيد تتعبون وتحاولون أنه ترتبون أموركم بأفضل طريقة، وإحنا جاهزين وياكم ومستعدين، وإن شاء الله بتعاوننا وياكم تحققون اللي تطمحوا له إن شاء الله بجهودكم أنتم. اليوم موضوعنا هو التحويل إلى الصفات والظروف بإضافة المقاطع فول وفولي. وقبل ما أبدي بالموضوع، يا ريت تحلوا لي هذا التمرين. عندنا 6 نقاط، وقف الفيديو، جيب دفترك واكتب لي الحلول فقط، وبعدين ارجع لي يعني بعد التوقف. فاحنا راح نروح فاصل ونرجع لكم. عدنا، خلينا نشوف انتم شنو الحلول مالتكم. اعتيادي احنا كطلبة من يوم الوعينا على الدنيا، مثلا من قام درسونا انجليزي، عوفكم من اول ثاني ثالث رابع ابتدائي، من الخامس بدينا نميل الى او يتم تدريسنا انه نسوي محاكاة للكلمة اللي موجودة. يعني انا من اشوف مثلا سي واشوف سو، هذه اعرف انه مطلوب مني احول ماضي. اذا بريك لازم اشوفها هل هي فعل شاذ، فعل ايودي، وهذا راح يصير بروك. هذه اول كلمة، اذا عندك صح فاقول لك مبروك. نجي النقطة الثانية، النقطة الثانية الران صايرة رانينج، ضايف لي الاي ان جي، وهنا بالحالة اني السويم لازم اضيف لها اي ان جي. فاعتيادي اني اطبق قواعد الاضافات، مثلا ممكن حرف يتكرر لاخره، وايضا اجابتك تكون صحيحة بهذه نعطيك صح. النقطة السادسة، ايضا هنا معطيني شورت لونج، وفهمت من المثال اللي انطاني انه هو يريد ابوزيت، معاكس، فاكسبنسيف معاكسها تشيب، وان شاء الله ايضا يكون حلك صح. النقاط 2 4 5 ما اعتقد الاغلب حلها بشكل صح. ليش؟ لانه سوى المحاكاة مثل ما تعلمها، انه الاتراكت اتراكتيف، لاحظ انه الكلمة انتهت بالحرف تي والاضافة كانت اي في اي، عندي كلمة راح تنتهي بالتي ايضا ونفس النغمة، فانت المفروض كاتبها ديلايتيف، فراح تشوف الحل انه راح يكون ديلايت فول. فحلك ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ، انا ما اعرف. انت هسه راح تستغرب ليش مع انه احنا ضايفين اي في اي ليش ضفت لها هاي فول. خلي نشوف النقطة اللي بعدها، دينجر هذه منتهية بالار، ضاف لها او يو اس، انطاني كولر، فايضا الطالب ممكن النغمة توحي له انه راح يستخدم الاو يو اس، ولما اجي اكتب كولر اتفاجئ انه هي ينضاف لها المقطع فول ايضا. شنو سالفة هالمقطع؟ خلينا نشوف النقطة الخامسة، هل تبقى نفس النمط او لا؟ اكسايت منتهية بالاي، واكسايت تضاف لها اي ودي، فانت تشوف على انه هي ماضي وانتهت كلمة بالاي، فراح نضيف لها دي فقط، والبيس ايضا راح تنضاف لها دي فقط، فانت ممكن كتبتها بيست، لكن ايضا تتفاجئ انه هي تصير بيسفول. شنو سر هذا المقطع العجيب الغريب؟ ليش هذا متشلب لي بكل الكلمات؟ أنا ما أعرف. إحنا نرجع ونقول أنتوا تعودتوا تدرستوا بشكل درخي، يعني إنه تشوف هذا الفعل أو تشوف هذه الكلمة إضاف لها، وراح تمشي على هالأساس هذا، إنه أنت تسوي محاكاة، إحنا نسميها تسوي محاكاة للكلمة اللي قبلها، أو ممكن مرات يطلب مني طلب مباشر. يعني مثلا شنو يطلب مني طلب مباشر؟ ممكن يكتب لي the opposite of ممكن cheap، يعني هو ممكن يكتب لي the opposite of cheap، فأنا لازم أعرف أنه كلمة opposite معناتها معاكس، وأجي أقول له expensive. إحنا هذه الجدول أو هذه النقاط راح أستفاد من عندها بناحية أنه أوضح لك أنه دائما مثال اللي ينطني مو بالضرورة اني افهمه بشكل صح. شلون يعني؟ هاي اتراكت كاسم او فعل
يتحول الى صفة، يعني هنا طلب مني احول دنجر اللي هي خطر الى خطير، والاكسايت الاثارة او اللي يثير الى اكسايتد متحمس. اذا موضوعي هو تحويل اسم الى شنو؟ الى صفة. فانت راح من بالك هذا ليش؟ لضعف كمية الكلمات والمعاني اللي عندك، فانت راح تسوي فقط تطبق مثل الببغاء، تردد الاضافات اللي اضافها هو، يعني نوعا ما نقول عمياوي. معظم الطلاب ما راح ابخس حق اللي يعرف، لكن احنا نقول انه الاغلب، وهذا الموضوع يعتبر لقسم من الطلاب صعب جدا وما يفهمه، ليش دا يصير هيك؟ ايش معنى هذا الفل؟ ايش معنى هذا المقطع؟ او غيره. فاذا احنا موضوعنا تحويل الاسم الى صفه، ومن بعدها هذه الصفه راح نحولها الى ظرف حال. فتهيأوا انه موضوعنا هو التحويل الى الصفات والظروف بالمقاطع فل وفولي. ناخذ هاي المقدمه اللي تشوفوها قدامكم، اقراها وبعدين اروح من جديد ارجع لهاي الصفحه اوضح لك بالرسم احنا شنو اللي دا نتعامل وياه. في هذا الجزء من القواعد الإملائية، يعني احنا راح نتعامل بهذا الموضوع على انه اكو قواعد واكو املاء، نتعرف على طريقة تكوين صفات من شنو؟ من الأسماء، واشتقاق ظروف الحال من الصفات هذه. طبيعة الحال يتم هذا من إضافة مقطع أو مقاطع معينة لإنجاز هذا الشيء، ونقسم الموضوع إلى قسمين، يا أما تحويل أسماء إلى صفات، وبعدها راح يكون تحويل الصفات إلى ظروف حال. انتبهي، يمكن تكوين الصفات من الأسماء من خلال إضافة المقاطع المختلفة لها. مثل إيش هاي المقاطع؟ ممكن ing، ممكن eud، ممكن ous، ممكن less، ish، ive، aly، وإلى آخره. عندنا العشرات من المقاطع اللي نضيفها للكلمات وتحولها من نمط إلى نمط، يعني من فعل إلى صفة، من صفة إلى اسم، اسم إلى صفة، وهكذا. وهي تصف الأسماء، يعني أني أقول هذه المقاطع راح تحول لي الاسم إلى صفة، وهاي الصفة تصف اسم معين، يعني ممكن هذا الموقف أو هاي المادة تكون خطيرة علي، ممكن هذا المادة تكون أو الموقف يكون مفاجئ لي، ممكن يكون مثير إلي، ممكن واحد يكون نوصفه أناني. فإذا نحن دنوصف بهاي الصفات، فأنت كطالب لغة إنجليزية إذا تريد تتعلم لغة لازم تعرف شلون تشتق الكلمات من أي صنف، يعني تشتق صفة من اسم، اسم من صفة، تحول اسم إلى فعل، وهكذا. يعني مثال بسيط، أنت ممكن إذا أكتب لك درايف، درايف يقود، شنو الاسم مال درايف اللي هي يقود؟ راح تقول لي ممكن درايفر اللي هي سائق، او تقول لي ممكن درايفنج اللي هي القياده او السياقه. فهذه الكلمتين هن اشتقاقات، بينما مثلا لما تقول لي دروف هذا انت بقى نفس النمط، بقى فعل لكن تغير الى حاله اخرى. اما هنا احنا لا، بدنا نغير صنف للجمله، نحولها من فعل الى اسم والى صفه، وهو هذا موضوعكم. منطقنا امثله، مثلا نيد تكون نيدي، نضاف لها واي. سربرايز ممكن سربرايزنج، ممكن سربرايز. مثلا اكسيدنت اكسيدنتال، دينجر دينجرس، اتراكت اتراكتيف، اناني اللي هي سيلف سيلفش. يعني يمكن ملاحظة اختلاف المقاطع، يعني انا ما اقدر اتعامل بمقطع واحد واقول يا ابد يلا هو ضيفوا هذا المقطع وخلصوا، لا، انا عندي هواي مقاطع. خلينا نرجع لصفحتنا هاي، احنا حتى نحول اي شيء بالدنيا، يعني هذا المربع اذا ارد حوله، لنفترض يعني على سبيل المثال اذا ارد حوله الى مثلث، فاضطر انه الغي ضلع من الاضلاع، اي واحد يعني، وذول الثلاث اضلاع اللي بقوا ارتب بهم بطريقه تصير بهذه، يعني اني سويت تحوير، هذا اني ردت حوله الى صيغه ثانيه حذفت منه. ممكن اني عندي هذا الشكل ارد حوله مربع، فهذا راح يصير تحوير، تحويل، ايش اضطر؟ اضطر اضيف له خط. فالقصد من موضوعي انه احنا ماكو شيء بالدنيا من نريد نحوله الى شيء ثاني، يا اما نحذف منه
يا أما نضيف لهذا الشيء. وكذلك الكلمات، هاي الكلمات اللي عندي أتراكت من تحولها إلى صيغة ثانية وحورها، اضطريت أضيف لها. ممكن مثلا عندك هذه موف أرد أضيف لها ing، فهذه لما أرد أضيف لها باعتبار أحول الكلمة إلى كلمة أخرى راح أضطر أحذف الإي وأضيف ing. إذا المفروض تفتهمون من عندي أنه الموضوع اللي راح نتعامل وياه فد شوية خلال اللحظات الجاية هو نحول كلمة إلى كلمة أخرى إلى نمط آخر من خلال تحويرها بإضافة مقطع إلها، وهذا المقطع يحول لي المربع إلى مثلث أو يحول لي الاسم إلى صفة. فأنت سواء متعلم لغة إنجليزية أو قوي بالإنجليزي راح تزداد معلوماتك، وإذا أنت طالب على قد الدرجة تقول لي أنا ما أريد أتطور بالموضوع، أقدر ممكن أني أقول لك بصيغة أخرى إنه شلون راح نتعامل بموضوع باختصار شديد في يعني الأخير، وإلا لازم أني أشرح وتفهم هواي أمور حتى لا توقع في مطبات بالموضوع ويمكن يعني يشوش عليك نقول وتستخدم استخدامات أخرى أو إنه ممكن ما راح تجي النتيجة الصحيحة عندك. يمكن ملاحظة اختلاف المقاطع المضافة للكلمات وعدم إمكانية إضافة الكلمة أخرى. يعني شنو؟ مثلاً إحنا مو هاي عندنا مقاطع هواية، هاي نيدي ما تصير نيدي، ما يرهم عندي سربرايز سربرايزيف، مثلاً أكسيدنت أكسيدنت ثينج ما ترهم، دانجر دانجرفل. يعني دول المقاطع اعتبروهم شلون، خلينا نقول مثلاً يعني إني خصمتك يوم، مثلاً عندنا يعني فت صندوق معين الغطاء مالته يكون مثلا هيج، عندنا صندوق اخر مثلا الغطاء مالته يكون مثلث، فما يرهم هذا الغطاء لهذا. انتوا يعني تفهمون قصدي، اذا عندكم قلمين من نوعيات مختلفه الغطاء مالتهم ما يرهم واحد للثاني. اذا كل شيء مصمم لشيء يناسبه، ايضا القياسات بالملابس باي شيء. فاني كذلك الكلمات اعتبروها من هاي النوعيات انه ما يرهم لها اي زياده اي شيء تقدر تضيفه. فاصل هليكوبتر ونواصل. فهمتوا؟ يعني انا اقول لكم يا مثلا اذا انا ما اعرف كلمه اكسيدنت ما تصير اكسيدنتينج، ما تصير اكسيدنتس، فشي يعني شلون ما تتصور يعني شلون تلفظها ماكو. فهي فقط رغم لها مثلا اكسيدنتال، هذه اللي قدامكم هذا المقطع يعني. على العموم اذا هذا يعني بان هناك مقاطع معينه، واكد على هاي، مصممة لكلمات معينة. يعني انت مو بكيفك تجيب وتخلي، لانه مثل ما قلت لكم اذا القلم مالتكم غطاء يختلف عن قلم الثاني وتخليه لأولا راح يوقع، ممكن ما يثبت وهكذا. كل مقطع لا يمكن استخدامه لغير مجموعة المصمم إلها. هذا الجدول اللي هدا تشوفوه، هذا الجدول عينات، يعني انت ما مطالب تحفظ ذني كلمات، بس مجرد حتى اوصل لك فكرة. مثلا عندي المقطع ing، ممكن هاي هيك كلمات بسيطه charming exciting shocking touching، يعني اذا مثلا تكون charm charming excite exciting shock shocking وهكذا. عندنا مثلا مقطع ios، الios له كلمات طبعا غير كلمات ذولاكو، وهي عشرات الكلمات، مو دا نحكي احنا فقط ذولا كلمات. الاي في اي له كلمات المخصصه، يعني هاي attractive ما تصير attractus، ما تصير attracting كموضوع لي، يعني انا دا احكي هنا sleepy مثلا sleepers ما تصير، وهكذا. مقطع while مقطع ish، وعندنا هواية مقاطع. فأني هاي مجرد نموذج حتى أقول لكم اختلاف المقاطع والكلمات المخصصة لكل مقطع. واضحة هاي الفكرة؟ خلنا نجي للورقة مالتنا هذه. شوف احنا اتفقنا حتى نحول اسم إلى صفة ايش نحتاج؟ نحتاج مقطع. بس الظاهر من اللي شفته انه المقاطع كثيرة هواية، يعني انا ما عندي مقطع واحد حتى اخلص. خلينا نقول هاي المقاطع الكثيرة ممكن شفنا OUS، وشفنا مقطع ايدي، شفنا مقطع ING، شفنا مقطع Y، شفنا مقطع AL، مثلا مقطع ISH وهكذا، مقطع اي في اي هذه. اذا اني صار عندي مقاطع هواي. زين دول المقاطع اعتبرهم شايفين الشجره مال العائله، مثلا الجد الاكبر وذولا، اعتبر ذولا
هم العوائل، يعني بعد ما وصلوا الى فلان يتفرع منه اولاده، ذول الاولاد ايضا او الاباء عندهم اولاد. ذول الاولاد راح نجي هسه اقول لكم شنو الفكره من هذه الخطوط، انه احنا شفنا كل مقطع له كلمات خاصه به، يعني هذا الاب له شنو؟ ابناء، فانت اعتبر هاي الكلمات المخصصه للاو يو اس هم ابناء. ايضا هذا له كلمات وهذا له كلمات، كل واحد من عندهم له كلمات خاصه به، كلهم ذولا اي واحد. وطبعا اكو غيرهم مقاطع قلنا هوايه كثيره مو بالضروره ذولا. زين اني ذولا عرفتهم هيج بالكتاب اللي سووا المنهج، خلوا مقطع قالوا احنا هذا راح نخليه للطلاب. منو هذا المقطع؟ هذا المقطع هو فول، اجوا واختاروا لكم مقطع فول، ميزوا مقطع فول وما يميزوا منكم او يو اس. طبعا راح نستخدم كلمه كلمتين منهن، ان شاء الله بيونت خمسه بنتواصلوا له، لكن حاليا انا اهتمامي بيمن بالمقطع فول. زين دول كلهم عندهم ابناء، هذا ما عنده ابناء ايضا له كلمات اللي هي ابناء خاصه بي. انا حتى اميز الكلمات هذه لازم اعرف ولد فول من هم، فراح نجي للكلمات ونشوفها، بحيث بمجرد اشوف وحده من الكلمات اقول هاي فول، يعني القى بيس بيسفول، ديلايت ديلايتفول، كلر كلرفول. مثل ما انتم ايضا من يذكرون واحد من اصدقائكم، هاي دائما نذكر اسم الاب، يعني فلان ابن فلان هيج، حتى بالبيوت مالتنا نذكر اي اسم، عاده نميل نذكر اسم الاب وياه. فاتذكروا انه اني بمجرد اشوف اي كلمه من هاي الكلمات اللي راح تشوفوها هسه ضيفوا لها فول. منو هاي الكلمات؟ هم بعد ما ناخذ هاي المعلومه، المقطع فول هو المقطع اللي اختاروا لكم اياه بالكتاب، وايضا مخصص لكلمات معينه مثل هوب هوبفول، هيلب هيلبفول، تريد تريدفول، كريت كريتفول، ثانك ثانكفول. اكو عشرات الكلمات اللي تاخذ المقطع فول. بالوزاري يجيب لي هاي امثله، هاي امثله وزاريه، يعني انا ما جايبها مثلا خلينا نقول من جيبي بهالمعنى هذا. ذني الامثله الوزاريه، لاحظوا لو كان السؤال فرع لا، يعني هاني موضوع هاي الصفات اللي داحش عليها هسه موضوع اليوم الفول والفولي، يجيب بنظامين بنمطين بسؤالين، لو سؤال املاء لو سؤال قواعد واختيارات. اذا اجى املاء مثل ما لاحظتوا من انطاني اتراكت ضاف لها اي في اي، يوحي لي انه الديلايت ينضاف لها ايضا شنو اي في، لكن هاي ينضاف لها فول. اكسايت اكسايتنج، بيس بيسفول، طبعا انا ما بدي اكتب الكلمه يعني بعدين احنا لازم المفروض نكتبها. ممكن يقول لي طلب مباشر ذا ادجكتيف، اريد صفه ديلايت، باعتبار الديلايت اسم بيحولها صفه فانا اعرفها لازم تصير ديلايتفول. لوكجري لوكجري اضاف لها او يو اس، انا اضيف ايضا المقطع فول. لاحظوا اني باختلاف ذول الامثله اللي انطوني اياها بالبدايه كل ذني الكلمات انضاف لهم فول. فاذا اريد منك شغله، بمجرد تشوف كلمات معينه ما تهتم بالقبلها، يعني هذا القبلها حاط لك مجرد تشويش عليك، يحاول يقول لك انه انت راح تضيف هذا المقطع. لاحظ انه الكلمات في النموذج الوزاري مضاف لها مقاطع توحي لك ان المطلوب محاكاه نفس النمط، يعني شفت اي في اي المفروض تضيف اي في، هاي اللي تعودنا عليه. لكن ستقع في خطا لان الاضافه هي لمقطع مختلف وهو فول. وحتى ما نوقع ضحيه هذا التشويش والخداع لازم نطبق الملاحظه هذه. بمجرد ان ترى واحده من هاي الكلمات اللي هسه راح نشوفها بالجدول وهي اكيد من الكتاب، ضيف مقطع فول وما لك علاقه ايش مكتوب قبل، يعني بعد قبلها العفو. من هذول الكلمات؟ هذه هي كير كلر بيوتي وندر دريد وديلايت بيس بين هارم ميرسي. ذول بمجرد اشوفهم هيك مجردين بدون هاي اي اضافه قبل ضيف لهم مقطع فول، لا تخافون ذول هم الكلمات مخصص لهم مقطع فول وما يرهمون غير هالمقطع. يعني من القى كير كيرفول، كلر كلرفول، بيوتي بيوتيفول والى اخره. الكلمات المميزه بذول هم الكلمات كلر وندر ديلايت بيس بين. ايش معنى ذول؟ لان ذول دا يجيبهم بالوزاري، مره جاب ميرسي كمثال، ديلايت بيس وندر وكلر موجودين اصلا بيونت خمسه. تقول جابنا على يونت خمسه؟ ما اعرف هم هيك كتابهم. باليونت الاول يذكر لي ذني الصفات وما لهن تمرين
واصلا يطلب مني اني اجيب صفات اربعه واكون جمل اخري، بس ذول الاشرتهم موجودين اصلا بيونت خمسه بتمرين، ودائما يجي من عنده، يعني هو نقول ذني كلمات اصلا من عنده. لكن عندنا دريد موجوده بالادب، كير احنا متعودينها دائما كير كير، فلكن حذر. عندكم هارم ايضا مؤذي، مثل البين، الالم يصير painful. لاحظوا انه الكلمات اللي تنتهي بالواي بيوتي اصلا احنا نعرفها بيوتي بيوتيفول، لكن الكلمه اللي تنتهي بالواي نقلبها اي، يلا نضيف المقطع فول. فانتبهوا لين. زين ارجع للورقايه مالتي، اني قلت لكم اذا القى كلمه مجرده هاي بيس المفروض شو اضيف لها اني؟ احنا قلنا لازم انت تحفظ لي ذني الكلمات، فصير peaceful. زين اذا اجيبها اني الك peaceful ضايف لها المقطع، قد يجي ببالك انه تقول لي نحذفها للفول، اقول لك لا يا عيني، اضيف لها بعد شنو؟ اضيف لها ال واي حتى تحول الاسم الى صفه والصفه الى ظرف حال. الكلمات المنتهيه بالال واي على الاطلاق هي ظروف حال، وكل الكلمات نضيف لها ال واي لما نريد نحولها الى ظرف، يعني مو مثل المقاطع مال الصفات. ما عدا كلمه جود هذه تصير ويل، هسه نشوفها مكتوبات عندكم اصلا هي. هاي كلمه شاذة، الباقي كلهم ينضاف لهم ال واي، وعندنا كلمات او صفات ثابته ما ينضاف لها لا ال واي ولا هاي، هي صفه هي ظرف نفس الكلمه. فهنا انا ممكن 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 اشرح لك اياها بطريقه شلون الاحياء هذول من يسوون الاحياء. افترضوا عندنا هذه بيضه، يلا حمراء يعني حتى مو بيضه بيض، وعندنا هذه يرقه او شرنقه او شو تسموها ما اعرف جماعه العلمي الاحيائي هذا، وعندنا هنا هذه، وانا مو رسام خلينا نقول درجه اولى بس على الاقل اقدر اوضح لكم الفكره. هذه شنو؟ هذه فراشه. دورة حياة الفراشة انه اني عندي بي البيضة هي مثلا بيس او كولر او اي كلمة من هاي الكلمات اللي قلنا لكم عليها. ما ممكن اني تطلع للفراشة من البيضة قبل، يعني ما ممكن peacefully هذه تطلع رأسا من بيس، يعني انت غلط تسوي هاي، لازم ان اجيب لك بيس توديها تصير ليرقة تحولها peaceful، بعدها يلا تتحول فراشة لا peaceful. هاي الدورة الصحيحة لحياة الفراشة ولحياة الكلمات ذولا، يعني ذولا اعتبروهم بيوض وتفقس يرقات وبعدين تصير فراشات. ممكن هاي الامثلة دائما تفيد، يعني ممكن يجي طالب يقول لي لا انا هاي استفادت منها وعرفتها صارت واضحة، ممكن واحد يقول لي عرفتها المجردة تصير فول واللي بيها فول اضيف لها الواي، ممكن يقول واحد هذا خدمتني يعني تخليني اتلافى فكرة انه بيس احولها peaceful قبل. يعني شلون مثلا انت تجي تلقى واحدة من هاي الكلمات هنا الموجودة هسه عندنا، نرجع نفترض انت شفت خلينا نقول اتراكت اتراكت ديلايت وتضيف لها ديلايت فولي، هذه غلط لان انت هاي الكلمه شنو؟ ما بيها فول، هي اصلا مجرد. واضح؟ اذا هذا موجود وين؟ يعني هسه هذا اللي حكيته انا موجود هنا ايش كاتبه؟ وان وجدت الكلمات مكتوبه بالمقطع فول ضيف لها الواي، هذه باعوا لاني نفس الكلمات هم ما غيرناهم ضفنا لهم احنا الواي. فنجي ونقول بالاخير انه اذا اجى املاء وانطوني كلمه مجرده نضيف لها الفول، جابوها بها فول نضيف لها ال واي. بعد ما اخذنا فكره عن شنو تحويل الاسم الى صفه وشنو نضيف وشنو الاجراءات نسويها، خلينا نشوف نماذج وزاريه. ايضا انا قلت لكم بمجرد تشوفون واحده من هالكلمات لا تباوع ليش مكتوب قبلها، يعني انا راح اسد عيني عن الموجود هنا، هذا الموجود هنا ما راح اباوع عليه. ليش؟ لانه سوري هاي الاخيره بعدين نناقشها، لانه الكلمات هذه بمجرد اشوف delight peace pain peace ذولا او هاي delight بغض النظر عن الموجود قبلها، هذا بغض النظر عن الموجود اني بمجرد اشوف هاي الكلمات اضيف لهم full. فنجي نكتب هذه delight full، وارجو انه انت الملزمه قبالك نفس اللي هاي موجوده اكتبها لا تتعاجز، يعني دابا عليك انت بس قمت تكتب full اكتبها اكتبها، عود نفسك انه تكتب الكلمه كامله لا تظل عجوزي هيك. هاي pain تصير painful، وانا قدامكم دا اكتب، انا هم اقدر اكتب بس قبل full
واقول هي مبينه، لاني ما احب هاي، انا احب انه الكلمه تنكتب من جديد حتى ابدي اعود نفسي على الرسم مالتها، الكلمه مالتها تتعود وتتشبع ببصري وبدماغي يعني. فايدي لايت، خلينا نجي بعد ما كتبنا ذني نقول شنو الفكره مالتنا. يعني هاي مثلا the adjective of delight انا ممكن ما افهمها وممكن افهمها والقى از، الغي هاي كلها من بالي. اني اعرف delight ما عندي بالكتاب غير ويا delightful peace peaceful. هسه ذني مثلا ضاف لي فل، مو لانه ضاف لي فل اني ضفت الهاي فل، لا، بس لان هاي الكلمه انا اعرفها هي تحتاج فل. وهكذا بالنسبه للبقيه، خلينا نجي نكملهن. هذه اللي قلت لكم انه بمجرد اشوفها بها فل اضيف لها فولي، فهذه peaceful من شفتها اضيف لها ly، color ينضاف لها فول فقط فصير colorful، delight ايضا تصير delightful، وعندنا كلمة peaceful راح تصير peacefully. اذا تلاحظون ماكو كلمات خارج المنهج او عدد من الكلمات وتشوفه يلح عليها. بالمناسبة يعني احنا دا نحكي على مدى 9 سنوات من 14 من تغير المنهج ولحد الان هم بعدهم ديلايت وهاي، ليش ما يقدر يجيب من هاي الكلمات اللي شفناها قبل شوي بالامثله؟ يقدر، بس هذا منهج، يعني انت تتعامل ويا منهج دراسي ما تتغير به الكلمات، لكن بالمدرسه لا، كن حذر، يعني بالمدرسه ممكن تنغدر، يعني بين قوسين تنظر بوري ديلايت فول والاخيره ديلايت فول. يعني تخيلوا من دور الدور، هم الدور اول احياء جابوا ديلايت ودور الثاني تطبيق ادبي جابوا ديلايت، هو بنفس السنه يعني حتى مو تقول هم بعيده. خلينا نشوف ال اي تي. انتهينا من انه شلون نتعامل ويا الموضوع على انه هو الصفات. هسه عندنا تحويل الصفات الى ظروف. احنا قلنا عندنا اسم حولناه صفه، زي من حولناه صفه شو ضفنا له فول. ليش فول؟ هذا مقطع الكتاب ما لنا علاقه بالبقيه. هسه الصفه راح نحولها الى ظرف. حتى نحول صفة إلى ظرف بها مقطع واحد فقط هو نضيف له ly، فالفول يصير فولي. فنشتق الظروف الحال من الصفات عبر إضافة المقطع ly، هذا عندكم. والظرف بالحال هو يصف طريقة حدوث الفعل، يعني علي لاعب ماهر نقول علي is a brilliant player. من نوصف علي يلعب بمهارة نقول علي playing brilliantly. يعني هذه البريليانت توصف لي علي، علي شلونه رائع، لاعب رائع. البريليانت اللي توصف لي اللعب مال علي. فهذا مثلا قلنا لكم اللي متعلم اللغه، يعني اللي يريد باكر عقبه يحكي ويقول شلون يوصف طريقه الفعل، يعني فلان تحدث معي غاضب لو بغضب، كان يقود سريع لو بسرعه، هي هذا اللي يريد نوصفها احنا. فنقول احنا معظم الصفات نضيف لها ly حتى تصير ظرف حال. beautiful beautifully slow slowly sad sadly. اي صفه تنتهي بالواي نقلبها اي ونضيف ly، مثل angry angrily noisy noisily. وهي انت ما مطالب بها بالوزاري، لكن ممكن بالمدرسه عادي جدا يجيبوا لك من عندها. صفات good تصير well، وصفات hard و fast تبقى ما نضيف لها ly، ذولا شواذ. فهنا نقول احنا ايش راح نستفاد من عندها؟ احنا عرفنا الاملاء انه نضيف lawful lawfully، بس لما يكون عندي السؤال على شكل اختيارات هذه، فالفعل الظرف يصف الفعل، من المؤكد ان الاختيارات راح تكون صفه وظرف. الظرف هو المقطع فل عندكم بالكتاب، فل العفو، والصفه هي المقطع فل بالكتاب. فاحنا اذا جابوا لي اختيارات فل وفولي نبحث عن وجود فعل بالجمله. هذا الفعل ممكن يكون اي شكل من هاي الاشكال، يعني ممكن يكون شاذ، مجرد، ايدي، ing، s، ممكن يكون نهاية الجملة، ممكن يكون قبل الاختيارات، يعني ما يهمني لا شكل ولا موقع الفعل، المهم شو موجود؟ موجود عندي فعل، أهم شيء إنه أنا عندي هنا فعل بالجملة. شلون يعني؟ إذا وجدنا الفعل نختار الكلمة معاها ly، ليش أقول الكلمة اللي معاها ly؟ ليش ما أقول fully مثلاً؟ لأنه ممكن بالمدرسة يجيب لك good well. اعتبر الجود هي فول والويل هي فولي، ممكن يجيب لك ساد وسادلي، اعتبر الساد اللي هي بدون ال واي هي فول وسادلي هي فولي، ممكن انجري انجرلي وهكذا. بس اذا جاب لي فول وفولي بعد انا اعرف شنو اختار. فاذا لقينا بالقوس كلمه بي يعني فعل، فراح نختار ال واي، وماكو فعل نختار الصفه. فلاحظوا هنا
عندي الفعل live، هذا الفعل اجي قبل الاختيارات وهو مجرد نختارين fully. هنا عندي directed، هذا الفعل انتهى بالاي والدي واختارينا ظرف الحال الفولي وهذا اجى بعد. فاني مهما يكون الفعل قبل او بعد، مهما يكون شكله اختار الكلمة مل الواي واللي هي الفولي. يعني نجي نشرحها هنا، راح ينطوني هم هذه فول، يعني كلمة بيها فول وكلمة بيها فولي. اكو خطوات تنذكر دائما بالملازم بالتدريس بالهاي، أنا ما أميل لها لأنه هي بالأخير مختصر واحد، يعني يجيبوا لك نقطة رقم واحد. إذا وجدنا، أنا ليش أقول جملة خطوات؟ لأنه قيد الطالب، يعني ما تخليه يفهم، يظل هيك مبرمج على الخطوات، تيا خطوة نسى الأول وتالي. فشي يقولوا إذا وجدنا فعل كينونة، يابا منو فعل الكينونة؟ أم، إز، آر، أو بالماضي واز، وير. خوش، يابا لقيناه وبعد نلقاه قبل الاختيارات، حلو. وبعد شو تريد تقول؟ اذا وجدنا قبل الاختيارات از وار وام وذولي، ووجدنا بعد الاختيارات فعل تصريف ثالث، يعني الفعل تصريف ثالث ممكن يكون يعني اي ودي او شاذ، نختار شنو؟ نختار فولي. حلو، يعني احنا متفقين انه اكو فعل نختار فولي. النقطة الثانية اللي يقولوها انه اذا وجدنا از وار وام ذولي ولم نجد هذا الفعل، نجي نشوف قبل نتأكد عندي فعل ing، هذا شنو فعل ing؟ شنختار fully. هاي صارت الثانية، اذا متفقين عندي فعل اختار شنو؟ fully. نقطة ثلاثة، اذا وجدنا am is are was were done ولم نجد shall، يعني فعل هنا ولم نجد ing، شنختار؟ نختار fully. اذا بدون فعل شو اختارنا؟ فول. بعد اربعة، اذا لم نجد از وار وام واز وير ولم نجد فعل شاذ، هم نتأكد هنا قبل اكو عندنا فعل مجرد، اكو فعل اي ان اس مثلا، اكو فعل اي ودي، اكو فعل شاذ مثلا، يعني من هاي الافعال العادية عدد هذول، نختار شنو؟ نختار فولي. يعني هم رجعنا من جديد قلنا اذا اكو فعل راح نختار فولي. زين، انا قلتها بهالطريقه هاي، مهما يكون شكل الفعل، مهما يكون موقعه، اختار فولي. اذا ليش انا اسويها اربع خطوات؟ هو الفعل اشكاله شنو؟ الفعل ممكن يكون مجرد، ممكن يكون بي اس، ممكن يكون شاذ، ممكن يكون اي دي، ممكن يكون اي ان جي. هاي الافعال اللي عندي شكلها. زين، سواء يجي بعد الاختيارات او قبل الاختيارات، ما دام هذا الفعل موجود اختاروا لي شنو؟ فولي، وانتهى الموضوع. ليش اعقد الموضوع بخطوات اربعه والى اخره؟ خلينا نجي نشوف الوزاريات ونشوف عندنا ذني كلمتين. فهذا قلنا لكم ليف، وهاي دايركتد اجى بعد، وهذا اجى قبل، واختارينا بكل الاحوال الفولي. نشوف بالوزاري. بالوزاري لليوم، لليوم 100%، لليوم 100%. يابا هاي ألف لخاطركم، وزيدناها ألف صار 10,000، زيدناها ألف صار 100,000، وهاي مليون بالمية بدنا نختار اي ام الفولي. هاي اللي حدران بالوزاري، يعني هم ما عندهم غيرها، فانت بس تأكد اكو فعل او لا. فنجي لهاي الجملة، موجود عندي فعل اختارنا فولي، نروح على بعدها، موجود عندي فعل اختارنا فولي. زين، قبلها قبل شوي شفنا انه الفعل كان هنا بالنهاية، هسه الفعل بالبداية، هذا مجرد، هذا تصريف ثالث، اختارينا فولي. اي ودي فولي، اي ان جي فولي. زين، لاحظوا هذا اللي اقول عليه، انه اني ذول الكلمات او الافعال هذا ايش موجود؟ موجودة از، وايش موجود؟ تصريف ثالث، اختارينا فولي. ها هي هلا اريده، بس خلي اشيل هاي دايركت، افترضوا هاي ما موجودة، راح نختار هذه. صير ليش؟ لأن الإز والآر والآم والواز والوير لا تعد فعل بموضوع الفول والفولي. نكمل، عندنا رتن، عندنا رتن فولي فولي. بعد ليفتد فولي، رتن فولي، 2020 و21 بينتد رتن فولي فولي، رتن فولي.
زين نروح نشوف بالوزارة جاية هذه هالسنة جابوا من عندها؟ نعم جابوا من عند بالدور الأحيائي، دور أول أحيائي، العفو دور أول تطبيقي. هذه الأسئلة اللي جتي، لاحظوا the story was موجود was، بس مش موجود فعل. يعني ما اعتمد عنده وجود فعل وما أعرف شنو. أكو فعل بالجملة؟ إيه يابا، هاي فولي، شوفوا هاي قدامكم، هاي السنة، يعني حتى هاي السنة هم ما غيروا. زين أنا شنو اللي يعني ليش اللي على هاي السنة؟ لأنه تاريخ إصدار هذا المنهج 2014 15 16 17 18 19 20 21 واحنا 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 سنوات. 9 سنوات انت كنت رابع لو خامس ما اعرف، يعني اجيال ناس تخرجت من السادس وتخرجت من الكليات وحاليا تدرس ماجستير وراح يصيرون اطباء ودكاتره، يعني اللي بعدهم مستمرين بالدراسة واللي صاروا واللي راح يصيرون، وهم ما تغيرت الكلمات هن فليش يغيروا لك اياها انت هم؟ فحاول تكون يعني تاخذ المعلومات ببساطة، لا تقيد نفسك. نرجع ونقول المدرسة ممكن تزعجك انت، مع ذلك روح اقرأ، دور اكتب صفات تنتهي بالفول، صفات او ظروف تنتهي بالفولي، وراح تلقى كلمات واحفظ ايش قد ما تقدر. لكن احنا كمنهج راح نتعامل بس بذني الكلمات مالتنا. انتهى الموضوع، وان شاء الله يا ربي افكاره واضحه وسهله المحاضره عندكم. وللامانه يعني هو هذا الموضوع ما يحتاج اكثر من هذا يعني ما يحتاج هذا الوقت اصلا، لكن لازم شويه نذكر اكثر من فكره حتى تلائم الكل. اني مثلا لو يجيني الطالب ويفهم من الفكره الاولى اصلا كل الموضوع ما يطول 3 دقائق 4 بالمناسبه يعني. فنتمنى لكم التوفيق الكترونيون، ونلتقيكم ان شاء الله بدرس جديد، واي استفسار تقدرون تراسلوني على المعرف هيلبر وتستفسرون او تراسلوني مباشرة، وان شاء الله ما نقصر وياكم. تحياتنا لكم.